عز مدينتي نعم المدينة سقاها الصبح نسبته ولنا ومرحبا بكم مشاهدينا في موعد جديد في رحاب الحالمة وفيها دائما يطيب اللقاء. مواضيع عدة ستشكل بناء هذه الحلقة، بعضها سيكون مثار نقاش مع جهات ذات صلة بحثا عن إجابات على بعض جوانب الغموض، وأخرى منطلقها وتفاصيلها استطلاعي نتعرف من خلاله على جغرافية تعز وما تتمتع به من مناطق سياحية وأماكن أثرية، وفي أخرى نتوقف عند قصة من قصص التحدي والكفاح بطلها هذه المرة من ذوي الاحتياجات الخاصة، فكونوا معنا. تشاهدون في هذه الحلقة تواصل اختبارات الثانوية العامة في تعز وشداد، عززنا الإجراءات لمواجهة ظاهرتي الغش والتجمهر. ثعبات موطن الرمان في تعز ومجمع دور الإقامة لحكام دولة بني رسول. محمد حامد الشاب الذي خلق بدون يدين ويبيع الحلوى بالاعتماد على القدمين لأجل لقمة العيش. مشاهدينا، يواصل أكثر من 20,000 طالب وطالبة في تعز تأدية اختبارات الثانوية العامة للعام الدراسي 2020-2021، ويؤكد مسؤول مكتب التربية والتعليم بالمحافظة بأن إجراءات تم اتخاذها لجعل العملية تسير بأجواء هادئة وبما يمكن الطلاب من الإجابة على الأسئلة بعيدا عن التشويش ومظاهر الفوضى. في أجواء هادئة تؤدي الطالبات في هذا المركز الامتحاني بمدرسة مجمع هائل بتعز اختباراتهن في أحد مقررات المنهج الدراسي في إطار اختبارات الثانوية العامة للعام 2020-2021 والتي بدأت الأحد قبل الماضي. الحمد لله الامتحان تمام لأنه اجتهدنا من أول السنة وذاكرنا كثير ولحد الآن يعني تمام، ما واجهناش أي صعوبة. هذا المركز واحد من أكثر من 150 مركزاً امتحانياً تتوزع في المديريات 18 بالمحافظة والتي يؤدي فيها ما يزيد عن 22,000 طالب وطالبة اختباراتهم لنيل الشهادة الثانوية. اختبارات يؤكد مسؤول التربية والتعليم أن ترتيبات سبقتها وإجراءات رافقتها بهدف أن تسير العملية بكل سلاسة بعيداً عن مظاهر الغش وفوضى التجمهر. نلاحظ أن مراكزنا الآن أكثر هدوءاً، يعني هناك توجه نحو إغلاق ملف ظاهرة الغش، وهذا ليس بالسوء، ليس لم يكن بالسهولة، وإنما هناك تكاتف مجتمعي. الطلاب الذين تنصب جهودهم في الإجابة على الورق عبروا عن تفاؤلهم بنتيجة مشرفة، مشيرين في هذا الصدد إلى أن أسئلة الاختبارات قد تم فيها مراعاة الظروف وجاءت مناسبة لكافة المستويات. بالنسبة للأسئلة، الأسئلة تمام، في مراعاة للظروف ومراعاة تمام، الأسئلة تمام. الامتحانات تمام، سهلة إن شاء الله، سهلة للطالب المذاكر طبعا، وإن شاء الله تيسر الأمور ونحل على أكمل الوجه إن شاء الله. ومع ذلك فإن الكثير لم يغفل الحديث عن تأثير التوقف الإجباري عن الدراسة بسبب كورونا، وكذلك غياب مدرسي بعض المواد والنقص في الكتب والمنهج، والذي يقولون أنه سيترك أثره دون شك على الأداء وينعكس على النتيجة. بس كان أثر علينا غياب المنهج وغياب المدرسين، وخصوصا أننا يعني أنا بحد ذاتي أنا طالبة انتقلت يعني من مدينة إلى أخرى.
ويبدو أن اختبارات الشهادة الثانوية لهذا العام والتي لم تنتهي بعد قد شهدت تحسناً من خلال جهود محاربة الغش ومنع ظاهرة التجمهر أمام المراكز الاختبارية، غير أن كثر يطالبون مكتب التربية بالمزيد وبما يجعل من تعز ومؤسساته التعليمية أنموذجاً في التعليم الجيد والمتقدم. ولتسليط الضوء على أداء سير الامتحانات في الثانوية العامة نستضيف معنا الأستاذ عبد الواسع شداد مدير مكتب التربية والتعليم بتعز. أهلا بك معنا أستاذ عبد الواسع. أهلا وسهلا. بداية، كيف تجري عملية الامتحانات؟ هل يؤدي الطلاب هذه العملية في أجواء طبيعية مستقرة؟ وماذا عن الإجراءات التي تقومون بها لضمان إنهاء الامتحانات بصورة سليمة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بداية نشكر لكم هذا الاهتمام والمتابعة لأبنائنا الطلاب وهم يؤدون اختباراتهم. 22,487 أو 78 طالب وطالبة يتوجهون إلى مراكزهم الاختبارية، وهذا هو اليوم الثالث من الاختبارات، وكل الأمور يعني تسير بحسب ما خطط له سواء من اللجنة الفرعية في المكتب أو قيادة السلطة المحلية بالمحافظة أو وزارة التربية والتعليم. الإجراءات بدأت مبكرة جداً، لم تكن سير الاختبارات بهذا الشكل، لم يكن وليد الساعة، وإنما كان نتيجة إجراءات بدأت من وقت مبكر، وهي باستقبال ملفات أبنائنا الطلاب وفحصها وإخراج من كان هناك شك في وثائقه، وثبت بعض الوثائق بأنها وثائق مزورة وتم إحالتها للجهات المختصة لاستكمال إجراءاتها. نعم. بعد ذلك عملية إصدار أرقام الجلوس من الوزارة في عدن، وأيضا سارت بشكل ممتاز. بدأ التهيئة للعملية مباشرة للاختبارات بتوزيع المراكز الاختبارية. تم اعتماد 154 مركز اختباري على مستوى 18 مديرية، وهي المديرية المحررة بمحافظة تعز. الإجراءات الأخرى وهي الإجراءات الأمنية، أيضا تم استدعاء بمذكرة رسمية لإدارة أمن تعز، وجابت ممثل للإدارة نائب مدير الأمن، وهو موجود في المكتب بصفة مستمرة. أيضا ماذا عن الإجراءات الصحية؟ نعم، إذا تحدثنا الجانب الآخر وهو الجانب الصحي، أيضا تم الإعداد له من وقت مبكر، تم التركيز، هناك كمية جاءت من منظمة اليونيسف وقائية للوقاية من الوباء، وتم التركيز في توزيعها على الأماكن التي يحتمل أن تكون مراكز اختبارية. أيضا جاءت الآن كمية أخرى وتم توزيعها أيضا مباشرة للمراكز الاختبارية، يعني لكل طالب 9 كمامات، لكل يوم كمامة يلبسها الطالب من بداية، أيضا لكل واحد من الكوادر التربوية العاملة في المراكز الاختبارية. نعم. أستاذ عبد الواسع، أكدتم أكثر من مرة توجه المكتب إلى عمل جاد من شأنه إنهاء المظاهر التي تشوب العملية الامتحانية وتتكرر بشكل سنوي كالغش والتجمهر أمام المراكز. لأي مدى تم معالجة مثل هذه الظواهر؟ أعتقد الملاحظ بعين المحب سيجد أنه لم يبقى من المظاهر التي كانت تشاهد أو يتم رؤيتها أثناء الاختبارات لم يتبقى منها حتى 10% أو 15%، يعني إلى درجة أنه نحن مستغربين. يعني تمر أمام، يعني يوم الأحد الماضي مريت في حدود 5 مراكز اختبارية، ويوم الثلاثاء نفس الحكاية، وهذا اليوم 6 مراكز اختبارية، يعني تكاد تختفي تماما التجمهر وكذا، وخاصة في مديرية المدينة. نعم. اتصلنا بعض الشكاوي من بعض المراكز في الأرياف ويتم معالجتها مباشرة، وخصوصا حدثت مشكلة يعني شبه كبيرة في مركز من مراكز جبل حبشي، تم نقل المركز بالكامل إلى هنا إلى المدينة، واليوم يؤدون اختباراتهم في مدرسة الحجري في داخل مدينة تعز، وتم زيارتهم وتطمين الطلاب نتيجة طبعاً نتيجة نقلهم، عمل عندهم نوع من يعني الارتباك في الجانب النفسي. نعم. فطمناهم بأنه نقل المركز لم يكونوا هم الهدف منه، وإنما كان بسبب المشكلة في الخارج،
أما الطالب فهو ابننا وسنتعامل معه بكل كما أشرت أستاذ عبد الواسع، أكثر من 22 ألف طالب تقدموا لامتحانات الثانوية العامة. كيف الإجراءات التي تتم يعني لتقديمها أولاد طلاب الامتحانات في المراكز؟ على أي أساس تم توزيع هذه المراكز؟ وهل هناك مراكز تقع في مناطق تماس؟ في مراكز قليلة في مناطق التماس نتيجة لضغوط الطلاب أنفسهم، يعني زي مركز 14 أكتوبر في صالة، ورغم انه طالبات رحت لها نيابه نادي بنقول لكم الى منطقه قريبه من المركز، قال لا نحن ندرس طوال العام في هذه المدرسه، ايش معنى لا ايام الاختبارات ما بنقدرش نجي. نعم. فايضا احترازا مجهز لهم مكان خاص في حاله وجود اي اشكال بنقلهم مباشره الى هذا المركز. النازحين كيف تعاملتم معهم لضمان تاديه الامتحانات؟ توجيهات الوزاره واضحه في هذا الجانب بانه نستقبل الطالب النازح، اذا كان عنده نقص في جانب الوثائق يدخل برقم جلوس مؤقت ثم بعد ذلك يستكمل إجراءاته ومن ثم إعلان نتيجته. نعم. على أي أساس تم وضع الأسئلة؟ يعني هل هناك مراعاة لوضع الطلاب خصوصا في هذه الظروف، وتحديدا أن كثير من المدارس أغلقت أبوابها مع تحت تأثير كورونا؟ توجيهات أيضا الوزارة واضحة في هذا الجانب. لم توضع الأسئلة إلا بعد أن نزل فريق من الموجهين المركزيين من الوزارة ومن المحافظة وعمل شبه مسح لجميع المناطق في المحافظة، يعني أخذوا مجموعة مدارس من كل مديرية من المديريات حتى يحددوا المستوى. هذا جانب. الجانب الآخر طبعا كنترول التصحيح هنا عندنا في تعز هذا العام. نعم، كنت سأسألك على هذه النقطة، أين سيتم يعني تصحيح دفاتر؟ بالنسبة لتعز بيتم التصحيح هنا في تعز، وتوجيهات الوزارة مراعاة الجانب النفسي وأيضا مراعاة الحرب. في طبعا تم المراعاة أثناء وضع الأسئلة، وسيتم المراعاة أيضا أثناء عملية التصحيح في حالة إذا وجد أي سؤال أو كذا هناك شك في دراسته من قبل الطلاب. إذا الأستاذ عبد الواسع شداد مدير مكتب التربية والتعليم بتعز، شكرا لتواجدك معنا. مرحبا بكم من جديد. تعد منطقة ثعابات من الأماكن السياحية الجميلة داخل مدينة تعز، وتحتوي المنطقة التي تضم مواقع أثرية عدد من الحيطان والبساتين التي تزرع فيها نباتات مختلفة في مقدمتها شجر الرمان. نتابع. يوصلك هذا الطريق الإسفلتي إلى أول الأحياء السكنية بمنطقة ثعابات الواقعة عند أعلى نقطة من مديرية صالة، إحدى المديريات الثلاث التي تشكل الخارطة الجغرافية لمدينة تعز. تتميز ثعابات التي تلاصق مناطق الريف في صبر بخصوبة تربتها، ما جعلها موطناً لكثير من النباتات والأشجار، واشتهرت منذ القدم بإنتاج الفواكه وفي مقدمتها فاكهة الرمان. تضم منطقة ثعابات عدداً من التجمعات السكانية، وقد منحها موقعها الجغرافي المرتفع والمطل على تعز ميزة تضاف إلى ماضيها وإرثها التاريخي بالنظر إلى وجود العديد من المواقع القديمة. تقسم ثعابات إلى عدة يعني أحياء، مثلا حي الحافة، وحي بيت عطاء، وحي قرية فارع، وحي السنصير، وحي اسمه قرية المشنة اللي يعتبر آخر المنطقة، وحي المعقلين، وحي بيت هناك دار النصر. تاريخياً ووفقاً للسكان، فقد عمد حكام بني رسول على تسوير المنطقة بالكامل بعد أن بنوا قصوراً ومساجد، واعتبرت ثعابات بالنسبة لهم المربع الأخضر،
حيث دار الإقامة والمنتجع المطل على تعز. هذه المنطقة كان يسكنها الشيخ مسعود الملك حيا بن إسماعيل، يقول هو هبب الكوك يسمى حيا بن إسماعيل لما سكن هذه، كان مدينة أثرية. في هذا المكان بقايا أطلال يطلق عليه الأهالي اسم دار هاشم، يتناقل الأبناء عن الآباء عن الأجداد القول إنه قصر من بقايا قصور حكام دولة الرسوليين التي كانت تعز عاصمة لهم. بني هذا السور قديما من أحجار ضخمة، وهو يمتد على مسافات كبيرة ليشكل بذلك حزاما يحيط بمنطقة ثعبات، ويتخلله عدد من الأبواب من اتجاهات مختلفة. اليوم وبعدما يقارب 800 عام لم يتبقى من هذا السور سوى هذه الأجزاء الشاهدة على آثار حقبة من تاريخ مكان تعاقب على السكن فيه أجيال. منطقة ثعبات مصورة من دار ما دار من عهد الدولة الرسولية، وهناك في عدة أبواب، باب الجناد هذا اللي يجيب القبلة، معك باب دار أقمار، باب أقمار هذا الذي يقيد الطريق المرزوح وعميق سابقا مكان الجماعة يطلعون، ومعك باب القحية من هنا المقبرة، باب النوبة، باب أقمار، باب الجناد، باب الشرانيف، باب بط عطاء هناك خلفة المحناشة يسمى على المقبرة. أغلب أراضي ثعبات على شكل مدرجات مع وجود حيطان وبساتين، تمثل هذه البساتين والمزارع ذات الملكية الخاصة متنفسات خضيرة تحيط بالمساكن، ومزارع تمد أصحابها باحتياجاتهم من الخضروات والفواكه والحبوب. الرمان هي الشجرة التي اشتهرت ثعبات بزراعتها وإنتاج ثمارها المميزة منذ القدم، غير أنه مع الوقت بقيت الشجرة تقاوم لأجل البقاء، ويعمل البعض على زراعتها والاعتناء بها في أراضي داخل أسوار المنازل وجوارها. نعم، كان موطن الرمان، ومن عندنا جاءوا ناس من حق صعداء، الرمان اللي هو حق صعدة الآن هو من أصل ثعبات، شتلات من حق ثعبات نزلوا لهنا لعندنا وشلوا شتلات من حق ثعبات، وبالأصل من عندنا الرمان. تنتشر أشجار الجوافة والبجملة والقرنبيط في هذه المنطقة، كما يزرع المشمش والفرسك في حقول عدة. كانت تزرع البلس، الرمان، الفرسك، الزيتون، كل حاجة كانت تزرع عندنا، لكن مع شح الأمطار ومع قلة كثرة السكان وكثرة قل الماء، ما عاد باقي إلا حاجة بسيط من الزراعة. شجرة الكافور الكبيرة والفارعة لها رمزيتها في المنطقة نظرا لضخامتها وارتفاعها الباسق،
ويقول الأقدمون إنها شجرة معمرة وقد غدت أحد معالم ثعبات. هذه الآن من أول ثورة. من أول ثورة عمرها غرس علي حسن الله يرحمه. أول ثورة كان في واحدة هنا ورائي ساقا قلع غرس حسن ناقين. تستفيد هذه النباتات كما الأهالي من عيون المياه الجارية التي تنبع من جبال صبر وتصل عبر سواقي قديمة، ولا تزال تؤدي وظيفتها في ري المزروعات وسقيا أهالي ثعبات حتى اليوم. محمد حامد شاب يصر على العمل رغم أنه بدون يدين، لم تمنعه إعاقته من التحرك في أكثر من اتجاه، فهو يدرس الجامعة ليكمل تعليمه ويبيع حلويات ليعول أسرته، وكل هذا المجهود الذي يبذله الشاب يكون بلا اعتماد على القدمين. في الفقرة التالية نسلط الضوء على قصة محمد. هو المكان المناسب وربما القريب الذي يستطيع محمد حامد الوصول إليه لعرض حلوياته وبيعها على الأطفال من زوار حديقة جاردن سيتي شرق مدينة تعز. على هذا العمود يتكئ الرجل وهو من ذوي الاحتياجات الخاصة، يستخدم محمد حامد قدمه بديلا عن اليدين في عمله هذا الذي يقول إنه من باب العمل بأسباب الرزق، في رحلة يومية يختلط فيها تحدي الإعاقة وعرق الكفاح. خير خلقت من غير أيدي بحركاتي بالرق وأشتغل حلوة العطر غزل البنات. يعول محمد حامد أسرة مكونة من زوجة وطفلة ويبذل جهودا مضاعفة لتوفير لقمة العيش التي تعتمد على ما يحمله داخل هذا الكيس وعلى حظه في بيع وتصريف الكمية. يقول الشاب إن إعاقته وظروفه أجبرته على العمل منفردا تاركا صغيرته وزوجته في الريف. مزوج ومعي بنت الحمد لله، وزوجتي بالقرية وارسل لي مصاريف، أبيع بأرجولين واشتغل بأرجولين الحمد لله على كل حال. على المستوى العلمي أكمل محمد دراسة الثانوية والتحق بالتعليم الجامعي، ومع ذلك ما من خيار أمامه للتفرغ لدراسته وترك عمله الذي يقتات منه وأسرته. درست الثانوية وكملت الثانوية والآن أتواصل جامعة وأشتغل وكافح نفسي بنفسي وأشقى على طفلتي وعلى أسرتي. يمتلك محمد حامد إرادة قوية يتسلح بها لتخطي الإعاقة التي وجد نفسه عليها منذ أبصر الحياة، ويعتمد عليها في مغالبة الدنيا للعيش بكرامة. الحمد لله ما تعكرنا شيء، يعني كافح بيرجولين أتمرن بيرجولين، يعني من لما كنت أنا جاهل خدماتي بالرجل اللهم لك الحمد. يعترف الشاب بأن استخدامه للقدمين يلفت المحيط ويثير الدهشة والاستغراب عند الكثير، ومع ذلك فإنه راض كل الرضا عن أدائه ونفسه والحال التي أرادها الله أن يكون عليها. أشتغل بأرجولين وأجزع الزبائن برجلين وأتفرج الزبائن يتفرجوا عليا ويقول كيف يعني خليقة من الله، أقول لهم أيوة. كل ما أراده الرجل وهو يسرد معاناته مع العمل اليومي بدون يدين محلا صغيرا يقيه لهيب الشمس الحارقة أثناء العمل على قارعة الطريق لساعات، والمحل هو كل الطموح بالنسبة له سيما مع عدم قدرته على التنقل من مكان لآخر.
أطمح في محل في داخل مصاريفي وأسرتي العيش. المواصلات تعب عليا شوية وفي عشتي محل. وتعد قصة حامد واحدة من القصص التي تصور التحدي والكفاح لشريحة من شرائح المجتمع التي تذكر في أوراق الحكومة والمجتمع ويغيب عنها الدعم والاهتمام في واقع مرير. إلى هنا نكون وإياكم مشاهدينا قد وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا الأسبوع، حتى نلتقيكم الأسبوع المقبل. نشكر لكم حسن الإصغاء وكرم المتابعة، دمتم وفي أمان الله.